قناة جنة تي في تقدم لكم. إذا زلزلت الأرض زلزاله أخرجت الأرض أثقالها، هذه فيها فائدة. يعني أول موضع في القرآن، أول موضع في القرآن ذكرت فيه الأرض النهي عن الفساد في الأرض، لا تفسدوا في الأرض. وآخر موضع الإخبار بأن هذه الأرض التي أفسد فيها من أفسد ستشهد عليه الأرض وتخبر عنه، وتخبر عنه بما جنى وارتكب على هذه الأرض. فهذه الأرض أول موضع ذكرت فيه النهي عن الفساد فيها، وآخر موضع الإخبار بأن هذه الأرض ستشهد يوم القيامة على من أفسدوا فيها بما عملوه وجنوه وارتكبوه على هذه الأرض. وهذا فيه التنبيه للعباد أن الله عز وجل جعلهم على هذه الأرض وسخرها لهم ويسرها لهم وجعل وأودع لهم فيها من أنواع النعم ليعملوا فيها بماذا؟ بالإصلاح لا بالإفساد. ومن يفسد في الأرض، هذه الأرض التي هو يمشي عليها هي نفسها ستشهد عليه بأعماله التي ارتكبها، هي نفسها ستشهد عليه بأعماله التي ارتكبها على هذه الأرض.